السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم ضمائر الفاعل subject pronouns، هي ضمائر التي تحل محل الفاعل. I بمعنى أنا، he هو، she هي، it هو للجماد أو للحيوان الذي لا نعرف هل هو ذكر أم أنثى. you أنت، أنتي، أنتما، أنتن، أنتن. we نحن، they هم للبشر والجماد. الضمير I يكتب دائما بحرف كبير، سواء كان بأول جملة أو وسطها، أما بقية الضمائر فتبدأ بحرف كبير إذا كان في أول الجملة، وحرف صغير في وسطها. الضمير he she يمكن استخدامه مع الحيوانات إذا عرفنا جنسها، فمثلا إذا عرفنا أن القط ذكر فنستخدم معه he، وإذا كان أنثى فنستخدم معها she. والسبب في كثرة استخدام الضمير it مع الحيوانات هو عدم معرفتنا لجنسها. هنا بعض التدريبات على ضمائر الفاعل. is happy، هل هو he is happy، هل هو مبسوط، هو مبسوط. you happy، أنت مبسوط. أو it is happy، فأكيد هو he is happy. طيب number two، is my pet animal. pet animal مثل ما عرفنا إن هنا جماد، فنستخدم I ولا we ولا it، أكيد هنستخدم الضمير it. طيب رقم ثلاثة، is a good girl، يتحدث عن هنا عن الفتاة إنها جيدة، فهل هو I is good أو she is a good girl أو he is a good girl، فأكيد she is a good girl. رقم أربعة، I am tired، تعبان، فهل هو he am tired ولا it am tired ولا I am tired. فالآي دائما تأخذ الآن، أنا تعبان، فI am tired. رقم خمسة، is my brother، إنه أخي، هل هنا نستخدم he ولا we ولا she، أكيد هنستخدم he is my brother، he is my brother. نعم أحسنت. رقم ستة، هنا جمع، are helping each other، نساعد بعضنا بعض. we are helping each other ولا it are helping each other ولا he are helping each other، فأكيد الضمير نحن نساعد بعضنا بعض، we are helping each other. رقم سبعة، is an orange، إنه برتقال، فهنا هنا جماد، نستخدم it. نعم. is my cousin كرة، إنها بنت عمتي أو خالتي كرة، أوكي؟ تتحدث عن فتاة، وهنا الضمير she is my cousin كرة، أوكي؟ رقم تسعة، are chairs، هنا جماد يتحدث إنها كراسي، لكن إنها جمع، لن نستخدم it، سنستخدم هنا they are chairs لأنه جمع، والthey كما عرفنا إنه يستخدم للجماد. are boys، نحن أولاد، فأكيد حيكون هنا we are boys. تمام، أتمنى أنكم تتدربون على هذه التدريبات علشان يثبت معاكم.